وهذا للأسف الشديد أغلب الصائمين يهملون الدعاء. تجد الصائم يركز على القرآن، طيب شيء عظيم، ولكن وين الدعاء؟ وين الاستغفار؟ وين سؤال الله عز وجل؟ اهتموا، هذه فرصة، هذا موسم سيذهب، ولذلك أكثروا من الدعاء. فالله عز وجل وعد ووعده الحق، ثلاث دعوات مستجابات، ودعوة الصائم منها دعوة الصائم، إذا دعا استجاب الله له. ولذلك أكثر من الدعاء لأنفسكم، لوالديكم، لأهليكم، لذراريكم، للمسلمين والمسلمات. ادعوا الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء اللي الآن أصاب العالم، ادعوا الله أكثر، قل يا ربنا ارفع البلاء عن البشرية جمعاء، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من هذا الوباء. فالله عز وجل قال وقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأفضل أيضا عند الإفطار أن يكثر الإنسان من الاستغفار، قل أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله. ودائما سبحان الله عندنا قاعدة بأن الاستغفار في الغالب يكون في ختام العبادات، في ختام الأعمال، في ختام العبادات وفي ختام العمل. وأيضا يدعو، وهذا لا يعني بأنه ما يدعو في الليل، لا، يدعو لأن شهر رمضان هذا، حتى في الليل يدعو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يدعو بعد 15 رمضان بدعاء القنوت المعروف، اللهم اهدني فيمن هديت.